السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنتكلم على أفضل متسلقات أو أفضل نباتات للحوائط والجدران، نباتات سريعة جدا. يعني لو أنت عندك سور حضرتك وعايز تحط عليه نباتات، هنقول لك على أفضل نباتات إيه هي اللي تتحمل حرارة وتتحمل وبتمد بطريقة سريعة جدا وسريعة النمو. لأول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، وريت كلنا نشارك الفيديو مع أصدقائنا وأصحابنا، خلي الكل يستفيد. أول نبات معانا نبات الجهنمية، نبات مداد بيوصل طوله لحوالي 12 متر، نبات سريع جدا ومزهر طول العام، بيتحمل الحرارة والرطوبة والأجواء الحارة زي ما انتم شايفين حضراتكم. ده من ان افضل نباتات، ده بيمد على السور. لو انت عندك سور وحبيت تحط فيه نبات هتحط، بيكون بيطلع ازهار زي ما انتم شايفين كده، وبيمد بطول حوالي 12 13 متر، وده سريع جدا للتربة. ينفع في جميع انواع البلدان لان هو من النباتات الجميلة جدا اللي هي بتتحمل الحرارة والرطوبة وعوامل الجو زي ما انتم شايفين. والعناية بتاعته بسيطة جدا، بنسقيه كل في الصيف كل يوم مرة واحدة، في الصيف بنسقيه كل يوم مرة واحدة، وفي الشتاء كل 3 أيام مرة واحدة بتسميه كل شهر. تاني نبات معانا هو الياسمين البلدي، وده برضو من النباتات المتسلقة والنباتات الدائمة الخضر. يعني ده بيفضل أخضر طول العام، بيزهر زهرة بيضة بتكون لها رائحة جميلة جدا وسريع، برضو سريع النمو. بنحطه طبعا لو انت عندك زي ما نقول زي ما حكينا بنحط جنب سور او حاجه، بيمد هو سريع جدا. ده نبات الياسمين البلدي. يبقى اول حاجه معانا الجهنميه، تاني حاجه الياسمين البلدي. الياسمين البلدي ده العنايه بتاعته سهله جدا، التسميد بنسمده كل شهر مره، بنسقيه في الصيف كل يوم مره واحده بس. التربه اللي بينفع فيه جميع انواع التربة، يعني التربه الرمليه، تربه البطمس، التربة الطينية، هو بينفع في جميع البلدان. هو بيظهر في شهر 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، بيظهر زهرة بيضة كده ريحتها جميلة جدا. ده اسمه الياسمين البلدي، وده من النباتات السريعة جدا اللي هي من أفضل أنواع المتسلقات للحوائط والجدران. طبعا لو أنت عندك حيطة أو عندك جدار زي كده بتحطه جنبيه، بتزرعه جنبيه، هو بيمد وبيكسلك السور، بيخلي منظره جميل، وكمان بيطلع الزهرة بتاعته ريحته جميلة جدا. يا ريت كلنا لو عجبنا الفيديو نشارك اصحابنا واصدقائنا. يبقى كده اول حاجه الجهنميه، تاني حاجه الياسمين البلدي زي ما انتم شايفين كده، طبعا ده ليه كذا غصن، طبعا دي احنا ما يعني زرنا. تالت حاجه يا جماعه التكوماريا. التكوماريا دي اللي انتم شايفينها قدامكم دي نبات التكوماريا، هي جايه من التكومه. التكومه بس التكومه نوع تاني اصفر. دي متسلقه، يعني بتتسلق بتطلع على السور وبتمد حوالي 12 متر، مزهره، بتظهر زهره زي ما انتم شايفين كده، في منها زهره زي ما انتم شايفين حمراء دي ولا اورنج. ومن النباتات الجميله برضو اللي بتتحمل الحراره والرطوبه والاجواء. الميه برضو بنسقيها كل في الصيف كل يوم مره واحده بنسقيها، التسميد بنسمدها كل شهر. اهم حاجه الاضاءه يا جماعه، الاضاءه لازم أن تكون اضاءه، دي بتتحمل حراره ورطوبه والعوامل الشمس كلها، وتتحمل المياه المالحه كمان. الاضاءه طبعا لازم اقل حاجه 3 ساعات شمس مباشره لو انت عندك جنبك سور، لو انت حبيت تبنيها وهي بتكتر طبعا دي لمده اللي عندنا شهرين بالظبط. فطبعا بتظهر اهي زي ما انتم شايفين بتظهر زهره جميل، طبعا هي بتكون زهره وبتضل خضره طول العام ما بتسقطش ورق. يعني احنا في الشتاء في شهر 2 اهو وهي مزهره زي ما انتم شايفين حضراتكم. يا ريت كل الفيديوهات بتعجب حضراتكم، ما تنسوش تشارك الفيديو. يبقى ده اول حاجه معانا الجهنميه، تاني حاجه الياسمين البلدي، تالت حاجه معانا هو طبعا اللي انتم شايفينه ده الياسمين الزفر، وده من النباتات برضو المتسلقه اللي انت ممكن تستفاد به منه نوعين. ممكن تعمله سياج زي ما انتم شايفين كده، تزرعه جنب بعضه كده وهو بيغطي بعضه، ان تعمله سياج او سور تمام. وممكن تحطه على تخليه يتسلق لان هو برضو سريع جدا ومتسلق، بيطلع على السور، بنحطه جنب السور بيطلع بطريقه سريعه جدا، وده من النباتات هو اسمه ياسمين زفر. يعني لو انت احنا عندنا هنا ما في هنا في البلاد بيسموه ياسمين زفر، انا ما اعرفش هو في العراق او في البلدان التانية اسمه ايه. يا ريت لو ليه اسم غير الاسم كده الشكل، لان هو ريحته ليها تحس ان فيها زفاره كده، بيطلع ورده بيضه. لو عندك لو تعرف ليه اي اسم تاني يا ريت تسجله في كومنت تحت وتقول لنا اسمه ايه في البلد موجود عندكم،
بحيث ان الكل يوصل له المعلومة. هو ده اسمه نبات الياسمين الزفر، بيتحمل الحرارة والرطوبة وعامل الجو. ده ممكن نزرعه كسياج او ممكن نزرعه كنبات متسلق، ده سريع جدا. رابع حاجة معانا، معانا الياسمين العراقي. ده ياسمين عراقي اهو زي ما انتم شايفين، ده الياسمين العراقي برضو من افضل النباتات المتسلقة، اللي هي بتطلع زهرة صفرة كده، يعني يكون ليه زهرة صفرة كده تكون جميلة جدا. ده من النباتات الجميلة جدا اللي هو بيتحمل الحرارة والرطوبة وعامل الجو، ممكن نزرعه في اي مكان. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو متسلق، يعني احنا بنربطه بخيط ولا بسلك، بيمد بعد كده دي هو بيكس السور، ما بيسقطش ورق. يعني احنا حاليا في شهر 2 ما بيسقطش الورق خالص، وبيفضل اخضر طول العام. الميه بتاعته بنسقيه في الصيف كل يوم مره، في الشتاء كل 3 ايام مره واحده، التسميد بنسمده كل شهر مره وكل 3 شهور مره. هو التعقيل بتاعه بيتعقل بالعقل اللي بنقص منه عقله، وبنزرعه بطريقه سهله جدا وبسيطه. يا ريت كلنا نشارك الفيديو مع اصدقائنا واصحابنا وندوس لايك يا جماعه. لو عجبك الفيديو بعد اذنكم دوسوا لايك عشان يوصل لكل الناس. طبعا سادس حاجة طبعا هي التريبليكس، نبات التريبليكس. زي ما انتم شايفين هو الشجرة كده، تحس ان فيها لون فضي، بيطلع زهرة موف كده، اسمه التريبليكس. طبعا ده من النباتات الجميلة جدا اللي هي ليها ريحة برضو، الورق بتحس انه ليه ريحة، وهو بيطلع زهرة لونها موف صغيرة كده. طبعا ده بيظهر في شهر 4 و5 و6 و7 و8 و9، زي ما انتم شايفين طوله كده بيتعدى 3 4 متر. زي ما انتم شايفين التعقيل بتاعه سهل جدا، بنقص منه غصن وبنزرعه. ده افضل نباتات متسلقه للحوائط والجدران، نباتات سريعه جدا. طبعا اجبه اول حاجه الجهنميه، تاني حاجه الياسمين البلدي، تالت حاجه التكوماريا، رابع حاجه الياسمين الزفر والياسمين العراقي، وده طبعا نبات الـ